كومون سافا لي زامي، ان شاء الله تكونوا مرتاحين. يعني الوضع بالبلد ذكرني لما كنا دي بتي زانفان. وي انه قد ما كنا شياطين كان في موفيز ايديوكاسيون. وي ونحن ما كنا مقصرين ابدا بحق الايديوكاسيون، كنا عم نفتعل بالايديوكاسيون واهالينا والمدرسه عم بيفتعلوا فينا. وي وكنا دي بتي زانفان مبدئيا عافريت. اجا مدير المدرسه وقال لهم لاهالينا شو بجيب لهم الله يعلمهم. نو مسيو لو بريزيدون، ما تجيب لنا الله يعلمنا، نو انت المفروض كنت تعلمنا. وي فهلا لبنان هو تمن اللي تعلمناه قبل، هي الموفاز ايدوكاسيون يلي حرقتوا ديننا فيها، هيدا تمنها. سالو، حدا زعجوا الموضوع؟ مثل ما نحن وصغار كان عم بيتساءل مدير المدرسة إذا بيجيب لنا الله يعلمنا، فهلا عم بتساءل إذا الله لازم ينزل على لبنان ويعلمنا. كاسكيليا ليزانفون، وي سي ميرفيو. يعني في حل، والحل لازم يبلش اليوم قبل بكرة. في حل ماما، بتبلش تربي جيل من هو وعمره 5 سنين وبتعلمه شو يعني وطنية مثل ما لازم تكون، وتتفقوا على شي كتاب تاريخ. بليز اتفقوا على كتاب تاريخ، سيلفو بلاي. بليز ما بقى تعلموا الأولاد عن المعنى الأول والمعنى الثاني، ما عندتم صارينا. سيلفو بلاي، المعنى الأول لقية نفسه هو الدايق، إذا بصر له يجي ويقرطنا قتلي كلنا ما بيقصر. نوفو نجدد. ساعتها مش مضطرين يجيبولنا الله يعلمنا، ساعتها انتو حضرتكم بتعلموا الولاد للولاد هن بكرة يعلموا بلد. وي مثل ما صار بكوريا الجنوبية، بكوريا الجنوبية جربوا يفهموا الشعب، شعب تنح. علموا الولاد بظرف 10 سنين من وراء امرأة استلمت وزارة التعليم وعملت منهج بالمدارس يسقف الولاد، ورجعوا الولاد هن اللي علموا اهليهم. صار اذا تور مشى ابنه يقول له دادي انت ليه تور وبتكب الارض، لما كبر شوي صغيرة دادي انت بتعرف انه عندك حقوق مدنية يا دادي، وانه اذا اشتراك $100 قرطك على 4 سنين يا دادي. يا دادي لما كبر اكتر شوي عرف ينتخب. سوربريس، يا ريت نظبط الإديوكيشن سيستم يا دادي، هيك منكون بكرة ولادنا بيكبروا وبصيروا حلوين بيعرفوا يتصرفوا وما بيكونوا غنم، وبصير البلد كتير جولية ومش مضطرين كل ما دق الكوز بالجرة نحط غنية راجع راجع يتعمر راجع لبنان، لأنه خلص بكون تعمر لبنان، لأنه في جيل بيفهم. هيك بيزبط البلد يا مامي حبيباتي. انتو يلا دو راف.